بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله احنا هنعمل اختبار، يعتبر اختبار التالت في سلسلة حلول بعض التمارين لاختبارات البي ام بي والتحضير للشهادة. تمام، هو يعني هو يعتبر امتحان، كنا عاملينه امتحان طلبة عاديين، اسئلة مش اسئلة اختيارات بس، لكن برضو هي بتراجع اجزاء كويسة من البي ام بي. نبدأ كده دلوقتي نشوف الاسئلة مع بعض، والمطلوب من حضرتك يعني هات ورقة كده وقلم، انا هقرا لحضرتك السؤال وحضرتك اكتب الاجابة في الورقة بتاعتك، وبعد كده هنحلها مع بعض عشان تقيم نفسك تشوف كده اجاباتك كانت صحيحة ولا لا، يعني اعتبرها ان هي تدريب ليك. يعني نبدأ كده نشوف اول حاجة في الاسئلة. اول حاجة هنا بيقول لك عايزين المصطلح العلمي المقابل لكل تعريف من التعريفات دي. دي تعريفات مرت علينا في البين بوك، وعايزين نشوف كده ايه حكايتها بالظبط وايه الاسم بتاعها. اول حاجة التكاليف بتاعت passing up next best choice. لما اكون بنعمل decision تمام، عندك في 3 مشاريع وانت نقيت واحد منهم، الاكيد ان انت هتنقي احسن واحد فيهم. اوكي، second best choice ده اسمه ايه؟ انا بقول الاسئله بس دلوقتي وبترجمها لك، وطبعا بترجمها لك لان انت في الامتحان متاح ليك ترجمه باللغه المساعده اللي هي اللغه العربيه مع اللغه الانجليزيه، فانا كاني دلوقتي بترجم لك زي ما انت هتبقى في الامتحان يعني. تمام، ادي اول سؤال. التاني التكاليف اللي اتصرفت خلاص وما عادش ينفع ان احنا نسترجعها تاني. تالت حاجة ايه هو اللوست ليفل في الدبليو بي اس، اقل حاجة في الدبليو بي اس. رابع حاجة استكمال كي ديليفرابل اساسي او فيز ان ذا بروجكت، ده بيمثل حدوث ايه. اللي بعدها رقم 5 مجموعة من المشاريع related المترابطة يمكن إدارتها معا. ده كده أول سؤال. تعال نشوف سؤال تاني كده. السؤال التاني سؤال صح وغلط، فعندنا 5 عبارات وعايزين نشوف الإجابات صح ولا غلط. أول واحدة مفيش مشروعين يبقوا متطابقين بالظبط، خد بالك من كلمة متطابقين غير متشابهين exactly. اللي بعدها نمرة 2 البورتفوليو هو عبارة عن تجميع من مشاريع وبرامج وبعض البرامج الفرعية، هل دي صحيحة ولا خطأ. رقم 3 مدير المشروع ممكن يشتغل بارت تايم، الكلام ده في البروجكتايزد، افتكر ان انا بقول لك بروجكتايزد وهنا بيقول لك بارت تايم، شوف ده صح ولا غلط. 4 السترونج ماتريكس ليست احد انواع البروجكتايزد اورجانيزيشن. 5 اهتمام التيم والولاء بتاعه للمشروع هو احد اهم المميزات في البروجكتايزد اورجانيزيشن. يبقى انت لو المشروع عندك بروجكتايزد، هل دون بيؤدي لزيادة اهتمام وولاء افراد الفريق للمشروع؟ دول كده 5 عبارات، يا ريت بقى حضرتك بالورقة والقلم اعمل كده بوز بعد ما نخلص كل سؤال، وقف الاسئلة شوفهم كده واقراهم بالراحة وابدأ اكتب اجاباتك عشان هنحلهم مع بعض في الاخر وتشوف انت صح ولا غلط. السؤال اللي بعد كده مجموعة من الاسئلة اكمل. اول سؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك الانواع بتاعت الريسبونسز للبوزيتيف ريسك، اخد بالك انها بوزيتيف ريسك، احنا في عندنا بوزيتيف ونيجاتيف، عايزين 3 حاجات منهم، هم 4 طبعا عندنا في البين بوك بس عايزين منهم 3. بعد كده بيقول لك حاصل ضرب الامباكت مع البروبابيليتي، حاصل ضرب الامباكت والبروبابيليتي بيسمى ايه. السؤال اللي بعده الاورجانيزيشن ستراكشرز 3 انواع ايه وماتريكس وايه، يبقى تكتب النوعين التانيين. السؤال بعده اهم 3 اسباب لحدوث الكونفليكت في البروجكت، 1 2 3، اكتب 3 اسباب. يا ريت حضرتك توقف الفيديو وتكتب الاجابه وبعد كده تكمل السؤال اللي بعده وهكذا. اللي بعده وثيقه مالها بقى الدوكيومنت دي، بتوصف كيف تتم إدارة الخطة
بتاعة الريسك ريسبونسز. الريسك ريسبونسز دي ايه؟ هي الوثيقة اللي بتوصف الموضوع ده. الإجابة فيها تركيز على كلمتين، كلمة هاو وكلمة ريسك، لو ركزت على دول توصلها. اللي بعدها، ايه هو الاوتبوت الرئيسي للبروسيس اللي اسمها بلان كواليتي؟ اكتب كده الاجابات في الورقة. بعدها بيقول لك عايزين ايه هما الاربع مراحل بتاعة نموذج توكمان. نموذج توكمان الموجود في شابتر الاتش ار بيقول لك ان اي فريق عمل وهو لسه بيبدأوا يشتغلوا مع بعض هيمرهم باربع مراحل بالترتيب. يا ريت تكتب اسماء الاربع مراحل. سؤال بعده عندك في رسمة اهي، تمام. الرسمة دي فيها ستارت وفينيش وفي بينهم اكتيفيتيز زي ما حضرتك شايف. مطلوب منك يعني تسطر كده تيبل زي دون، هتكتب عندك في 6 مسارات هنا موجودين، هتكتب اسم كل مسار وبعد كده الديوريشن بتاعت كل مسار، وهتكتب لنا بعد كده الكريتيكال باس قيمته كام واسم المسار كريتيكال باس ايه، يعني اسم المسار ايه بالحروف، وعايزين نشوف هو قيمته بكام. وقف برضو وهتحل على مهلك. شوف بعد كده السؤال اللي ورا بيقول لك في اكتيفيتي معينة ليها 3 توقعات تقديرات، تقدير منهم اوبتيمستيك ب10 وبسيمستيك ب20 والرياليستيك كام ب16. يبقى 3 تقديرات 10 و20 و16. ايه هو البيتا استيميشن للاكتيفيتي دون؟ تمام، وافتكر ان كلمة بيتا هي 3 بوينت، ليها اسم تاني اللي هو 3 بوينت. سؤال بعده، حل المسألة كده برضو، وقف وحل المسألة اللي بعدها. بيقول لك انت مدير مشروعات في مشروع معين وكان عنده فيه البيانات التالية: البي في ب120، الاي في ب130، والاي سي ب156. الكلام ده بوحدة مليون جنيه او مليون دولار. المطلوب منك تحسب حاجتين: الاس في بتساوي كام، والكوست بيرفورمانس اندكس السي بي اي بتساوي كام. بعد كده في سؤال تاني، هل المشروع دون اهيد اوف سكيدول ولا بيهايند السكيدول؟ تحسبها، احسب دي واحسب دي، وعلى اساسهم شوف الاجابة على السؤال التالي اللي بعدها. بيقول لك انت بتشتغل في مشروع وكان في المشروع بتاعنا فيه 7 ستيك هولدرز بما فيهم انت، بعد كده اكتشفنا وجود او تم اضافة 6 ستيك هولدرز جداد. عدد القنوات، بس هو بيقول لك ايه، how many extra potential communication channels are there. عايزك تحسب لي في الاول لما كانوا 7 وبعد كده لما زادوا عليها 6 احسب دي لوحدها بكام ودي لوحدها بكام، وشوف لنا الفرق والزيادة قد ايه الاكسترا شانل الريكوايرد في العملية دي. برضو وقف وحلها كده على مهلك ونشوف اللي بعدها. سؤال تاني بيقول لك احسب البريزنت فاليو بتاعت فيوتشر فاليو قيمتها 300,000 دولار. يبقى فلوس في المستقبل قيمتها 300,000، عايزين البريزنت فاليو بتاعتها كام دلوقتي. تمام، اذا كانت الريت اللي عندي 10% 10%، والفترة الزمنية اللي هنحسب عليها 3 سنين. تمام، ده كان امتحان كده ايه بسيط معمول في دراسة ادارة المشاريع يعني لبعض الطلبة. وتعال نشوف كده نفكر مع بعض الاجابة هتكون ازاي. يا ريت توقف الفيديو لغاية ما تخلص الإجابات بتاعتك سؤال سؤال، وبعد كده تبدأ نشوف الحل مع بعض. هنبدأ كده مع بعض نشوف الإجابات. أول سؤال اللي هو كان عايز المصطلح، تمام. أول حاجة خالص بيقول لك تكلفة الفرصة البديلة الـ opportunity cost. تمام، احنا بنختار عدة مشاريع قدامنا وبننقي منهم أحسن واحد الطبيعي إننا هننفذه. يبقى تكلفة الفرصة البديلة هو اللي انا ما نفذتوش، اللي هو second best choice. تمام، اللي بعدها رقم بي، التكاليف اللي اتصرفت خلاص ولا يمكن استرجاعها في المشروع، دي بتسمى sunk cost. lowest level في ال WBS اسمه work package. طبعا اللي بعده استكمال مجموعة من ال deliverables،
تمام، بتبقى حاجة مميزة في المشروع او جزء من او فيز معين بعد ما بتخلص مجموعة الاكتيفيتيز دي وهنبدأ مجموعة جديدة، ده بيسمى مايلستون او معلم. وخد بالك ان المايلستون ليس له ديوريشن، عشان لو جالك سؤال زي كده في امتحان بي ام بي. مجموعة من المشاريع بتدار مع بعض هي بتسمى البروجرام. وايه الفايدة انها تدار مع بعض؟ عشان يبقى في كنترول اكتر عليها. ده يعني في ليها فوائد كتيرة بس ده اهمهم، يعني ان يكون في كنترول عليهم اكتر يعني، او تحقيق استفادة اكتر من ادارتهم بشكل منفرد. تعال نشوف سؤال الصح وغلط بعد كده. اول حاجة بيقول لك نو تو بروجكت، مفيش مشروعين اكزاكتلي الايك، دي صح ولا غلط؟ طبعا صح. هو ممكن يكون في مشاريع متشابهة لكن استحالة يكونوا متطابقين، لان اصلا تعريف البروجكت احنا كان في عندنا كلمتين منهم كلمة يونيك يعني منفردا، يبقى المشروع لازم يجب ان يكون منفردا، يعني استحالة ان يكون متطابق مع مشروع تاني. بالظبط، كل مشروع له طبيعة خاصة بيه غير متكررة، ما ينفعش تبقى اكزاكتلي. اللي بعدها بيقول لك البورتفوليو مجموعة من المشاريع والبرامج وبعض البرامج، ايوه، وبزنس بشكل عام. يبقى كل ما هو بيدار جوه البيزنس من مشاريع او بورتفوليو او بروجرام او غيرهم، كل ده كده، انا اسف، مشاريع او غير مشاريع او بروجرامز كلها على بعضها كده هي بتمثل اجزاء من البورتفوليو. يبقى الاجابة بتاعتنا سليمة. تالت سؤال، البروجكت مانجر المدير دون ممكن يشتغل، مدير المشروع ممكن يشتغل بارت تايم اذا كان في موضوع بروجكتايزد؟ اكيد لا طبعا. البروجكتايزد دون معناه ان المدير مركز في مشروعه وما ينفعش يفكر في اي شغل تاني. ده كمان هو مدير المشاريع كده، والممبرز اللي معاه او التيم اللي معاه لازم يكون بنفس الطريقة. اللي بعد رقم 4، السترونج ماتريكس ليست احد انواع البروجكتايزد، هي اجابة صحيحة. خد بالك من كلمة نوت والنفي، ده بيجي لك كتير في اسئلة بي ام بي، حكاية النفي دون، تاخد بالك من ايه، من صيغة الاسئلة المنفية. رقم 5، هل من المميزات بتاعة البروجكتايزد اورجانيزيشنز او ان احنا بننفذ مشروع بيبقى فيه الولاء والانتماء للمشروع وان فريق العمل قلبهم على المشروع، هل ده بيبقى في البروجكتايزد ولا في الفانكشنال اكتر؟ اكيد في البروجكتايزد، والعبارة برضو صحيحة. مطلوب مننا 3 ريسبونسز للبوزيتيف ريسك. البوزيتيف ريسك دي حاجات كويسة، فاكيد الريسبونسز اللي انت هتعملها هي حاجات كويسة. تهدف الى ايه؟ تهدف ان انا ما اضيعش الفرصة مني، تهدف ان انا احاول ازود الفرصة، احاول اكون متأكد انها تحصل، تمام؟ فالثلاث حاجات اللي عندنا اهم، تشير واكسبلويت وانهانس، عشان الناس اللي عايزة تشوف الاجابات بتاعتها. برضو في رابعة اللي هي الاكسبت طبعا، يعني حتى الاكسبت دي مشتركة ما بين النيجاتيف والبوزيتيف ريسك. اللي بعدها، حاصل ضرب الامباكت والبروبابيليتي مع بعض، دي تبع شابتر الريسك، اجابتها اي ام في اكسبكتد مونيتري فاليو، تمام. السؤال اللي بعده، الاورجانيزيشن ستراكشرز اثناء تنفيذ المشاريع قد تكون ماتريكس، وفي حاجتين تانيين، بروجكتايزد او فانكشنال، تمام كده. يبقى الثلاث انواع اللي عندنا بروجكتايزد وماتريكس وفانكشنال. اهم ثلاث اسباب عشان يحصل صدام في المشروع او بين افراد المشروع يعني بصورة اكثر دقة. يعني احنا عندنا الكونفليكت وارد تحصل بسبب حاجات كتيرة جدا، وهم 7 8 اسباب، يعني اهمهم على الترتيب. احنا بنتكلم في مجموعة عمل محترفة، محترفة يعني ناس بروفيشنال، يعني سبب الخلافات ما بينهم بالترتيب هتكون الجدول الزمني للمشروع، اولويات ترتيب المشروع، تالت حاجة الريسورسز. دون أهم 3 أسباب بالترتيب اللي ممكن يعملهم كونفليكت بين أفراد المشروع. ده لو هم بروفيشنالز، لكن لو كانوا زي حالاتنا مش بروفيشنالز، هتلاقي السبب الرئيسي لحدوث الخلافات هو البيرسونال، أسباب شخصية. في حين إن هو إداريا لو كانت المجموعة دي بروفيشنال، هو آخر سبب هو ممكن يؤدي لحدوث الكونفليكت هو البيرسونالز، تمام. يبقى الحاجات الشخصية هي آخر حاجة ممكن تسبب مشاكل في مجموعة عمل احترافية، لكن العكس في حالة عدم وجود مجموعة عمل احترافية هيكون هي أول سبب خلافات شخصية وعدة خانقه بقى على كل حاجة.
مين اللي هيقعد جنب الشباك، ومين الكرسي بتاعه هيبقى فين، ومين المكتب بتاعه جنب الباب، وهكذا. بدءا من كده بقى وانت طالع، مين هيبقى رئيس على مين، وهكذا. الخلافات بتكون اغلبها خلافات شخصية مش خلافات في الشغل. تعال نشوف السؤال اللي بعده. الوثيقة اللي بتوصف هاو وريسك، كيف ندير شابتر الريسك؟ الكلام ده بنديره ازاي؟ من عن طريق البلان اللي باسم الشابتر اللي هي اسمها ريسك مانجمنت بلان. طب ونفس الكلام، ايه هو الاوت بوت اللي هيطلع من بلان كواليتي؟ بلان كواليتي مانجمنت بروسيس، تمام، هيطلع منها خطة اسمها الكواليتي بلان، كواليتي مانجمنت بلان، تمام. يبقى اول بروسيس غالبا في كل شابتر في البي ام بي بيبقى اللي هي البروسيس بتاعت البلاننج، يعني بتبقى بلان باسم الشابتر، الاوت بوت بتاعتها الرئيسيه بيكون بلان اسم الشابتر. يبقى احنا عندنا هنا هيطلع الريسك مانجمنت بلان الاجابه، والاجابه الثانيه كواليتي مانجمنت بلان. السؤال اللي بعده، ايه هم الاربع خطوات اللي هيمر بيهم الموديل بتاع تكوين الفريق وعملهم مع بعض حسب نموذج توكمان؟ احنا عندنا اول حاجه فورمنج، ستورمنج، نورمنج، بيرفورمنج على الترتيب. اول حاجه احنا بنكون الفريق، هنحوله من افراد الى مجموعه المفروض هتشتغل مع بعضها. اول حاجه هتحصل بينهم هي الستورمنج، هيحصل بينهم خلافات وشكل بقى ويقعدوا يزعقوا مع بعض وهكذا. بعد كده نورمنج، هيبداوا يستسلموا خلاص، هنبدا لازم نشتغل مع بعض، احنا هنتخانق وفي الاخر لازم هنبدا نشتغل. البرفورمنج، احنا خلاص بنأدي كجروب بجد او كتيم بجد بقى حاليا. يبقى انا شغلتي كمدير مشاريع اعمل ايه في الجزء ده؟ انك انت تحاول تهرب في اسرع وقت او تقلل الزمن بتاع الستورمنج والنورمنج عشان توصل للبرفورمنج على قد ما تقدر، تمام. يبقى على قد ما تقدر حاول توصل للبرفورمنج اللي انت هتاخد منه الماكسيمم افشنسي بتاعت الفريق دون بيشتغلوا مع بعض كتيم واحد يعني، تمام. لان بعد كده البروسيس يعني الستيب الاخيره تكون ادجورنينج ويسلموا على بعض والمشروع بيخلص. يبقى انت يعني من مصلحتك انك انت تهرب بسرعه وتقلل الزمن بتاع الستورمنج عشان تبدا توصل للنورمنج، وتسرعه هو كمان عشان توصل للمرحله اللي انت هتاخد فيها افشنسي كويسه لهذا الفريق عن طريق الايه، الخطوه اللي اسمها بيرفورمنج. هنشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اللي كان عندنا، تمام، انت عندك فيه مسارات اهي، تمام، على الرسمه بنعد المسارات وبنشوفها. عندك فيه 1 2 3، عندك 6 مسارات، ادي الاسماء بتاعتهم، تمام. تراجع كده الاسماء وتشوف انت طلعتها صح ولا لا. كل اكتيفيتي عندك مكتوب التايم بتاعه، هتجمع التايم عشان تطلع الديوريشنز بتاعتهم وهكذا. طلع لك كل مسار. طبعا احنا عايزين الكريتيكال باس. الكريتيكال باس هيكون ايه؟ هو اكتر مسار، اكبر رقم في التوتال ديوريشن بتاعت الباث نفسها، تمام. واضح عندنا ان هو المسار اللي التوتال بتاعه 15، يبقى 6 زائد 2 زائد 7، هو المسار A B G، تمام، ستارت وفينش وبينهم A و B و G، تمام. ده المسار اللي هيحقق اللي هيسمى كريتيكال باس، المسار الحركي، تمام. هو اقل زمن لازم لاتمام هذا المشروع، وهو اكتر زمن موجود على او اطول مسار على الرسم اللي قدامك. اطول مسار هو اقل زمن، خد بالك من دي، ما يحصلكش لخبطه فيهم، لازم تفهمها كويس، تمام. ادي اسم الكريتيكال باص اهو. السؤال اللي بعده عندك فيه اكتيفيتي له 3 استيميت، له 3 تقديرات. ال3 تقديرات اللي عندنا، واحد فيهم كان ب10 والتاني ب20 والتالت ب16. البيتا او 3 بوينت استيميتس عباره عن ايه؟ باخد اقل رقم بصوت واحد مثلا، واعلى رقم بقيمته برضه، والرياليستيك باخده ب4 اصوات. يبقى هي كده كانها حولتهم من 3 اصوات هاخدهم مجمع على 3 كمتوسط حسابي الى 6 اراء. فانا في الحاله دي هقوم قايل اقل رقم زائد اكتر رقم زائد الرقم الرياليستيك في 4، واقوم قاسمهم على 6 دون ال 3 بوينت زي ما حضرتك شايف، تمام. شوف كده الحاله بتاع حضرتك صح ولا غلط. السؤال اللي بعده بيقول لك البي في بكام والاي في بكام والاي سي، وطالب منك شويه حاجات. تعال نشوف طالب ايه. اول حاجه طالب السكيدول فاريانس. طالما ان هو فاريانس يبقى طرح، تمام. مبدئيا كده اي فاريانس سواء كوست او سكيدول، في الحاله دي كلمه فاريانس على طول القانون بتاعها طرح. كمان في حاجه، الاثنين فاريانس الاساسيين والاثنين بيرفورمانس اندكس الاساسيين بدايتهم اي في. يعني لو انا بتكلم في فاريانس هيبقى ايردد فاليو ناقص البلاند فاليو،
تمام، يبقى انا عندي دايما الفاريانس بيبدا باي في، والفاريانس التاني بتاع الكوست برضو بيبدا باي في، والكوست بيرفورمانس اندكس والسكيدول بيرفورمانس اندكس كلهم بيبداوا بارنت فاليو او اي في. يبقى الاربع معادلات الاساسيين دول بدايتهم هم الاي في. تعال نرجع للمساله بتاعتنا. عندك الارنت ب 130 والبلاند ب 120، يبقى 130 ناقص 120 يساوي 10 مليون. الكوست بيرفورمانس اندكس، اي كلمه اندكس يعني شرط تكسر، يعني اسمه فيش اندكس طرح، دايما الفاريانس هو طرح والاندكس هو اسمه عشان الناس اللي بتتلخبط فيها. هنا بنتكلم في كوست يعني فلوس، فعشان كده المقام اكشوال كوست يعني تكاليف فعليه. يبقى ارنت فاليو على الاكشوال كوست 130 على 156 طلعت بكام؟ طلعت ب 83. هو بيسالك هنا بقى في السؤال كان عايز يعرف هو هيد اوف سكيدول ولا بيهايند، هو بيتكلم في زمن. تمام، يبقى انا هرجع للسكيدول فاريانس واشوف. لو هو طالع موجب يبقى انا كده اهيد اوف سكيدول زي الحاله بتاعتنا، لو كان طالع سالم يبقى انت كده بيهايند الجدول. تمام، السؤال اللي بعد كده على عدد قنوات الاتصالات، ده تبع الكوميونيكيشن. تمام، عدد الفريق اللي كان عندي هم 7 في الاول، يبقى عندي 7. والقانون الاساسي بتاع عدد قنوات الاتصال ان في ان ناقص 1/2، ان الاولانيين هم العدد كان توتال كان 7، يبقى 7 في 7 ناقص 1 اللي هي 6، يبقى 7 في 6/2 ب 21. بعد الزيادة أصبحهم 13، يبقى 13 في 12 على 2 يبقوا ب 78. الإكسترا تشانل اللي إحنا احتاجناها، إحنا زودنا عدد من قنوات الاتصالات كام؟ 78 ناقص 21 يطلع 57، يعني مجرد زيادة 6 أفراد أدى إن إحنا محتاجين 57 قناة اتصال جديدة في هذا المشروع. تعال نشوف اللي بعده. السؤال بيتكلم على البريزنت فاليو والفيوتشر فاليو. اولا القانون اللي بيربط ما بينهم زي ما حضرتك شايف اهو. تمام، البريزنت فاليو تساوي فيوتشر فاليو على 1 زائد ار اس ان. تمام، الرموز دي معناها ايه؟ اول حاجه البريزنت فاليو يعني الفلوس بسعر النهارده، فيوتشر فاليو الفلوس اللي لسه جايه في المستقبل قيمتها بكام، على 1 زائد الريت. وخد بالك الريت ده لو 5% يبقى احطه 5% وانا بجمع. احنا عندنا كان 10% هنا في المسألة، يبقى 1 زائد 10% يبقى 1.1 زي ما حضرتك شايف، 1 صحيح اهو زائد 1 اللي هم 10%. الباور اللي فوق ده اللي هو مرفوع دي الاس ده او القوة، عدد السنوات هنا بيقول لك 3 سنين، يبقى ال ان سمول دي ان بكام؟ ب 3 سنين. وتجمع كده وتطلع الايه القيمة الحالية البريزنت فاليو، تشوفها طلعت بكام بالظبط. تمام، اتمنى ان تكون المراجعه دي نشطت بعض المعلومات، والناس اللي داخله على الامتحان حتى لو كانت اسئله سهله او حاجه، على فكره امتحان البي ام بي بيكون فيه اسئله سهله، فحرام ان الاسئله السهله دي تضيعها منك، يعني مش كل الامتحان بيكون حاجات صعبه وحاجات محتاجه يعني خطوات كتيره، بالعكس لا، اغلب المسائل هتكون سطر واحد ان شاء الله، والموضوع ما بيكونش صعب جدا. الاسئله اللي محتاجه تفكير كتير في عندك كميه كبيره مش محتاجه تفكير كبير ومباشره، فدي ان شاء الله لازم تضمنها بهدوء اعصابك اهم حاجه كده، وسمي ربنا معاكم ان شاء الله. بالنسبه لاخواتنا اللي داخلين قريب عن الامتحان، ما تنساش لو انت عايز تتابع بقيه الفيديوهات سواء السلسله دي او سلسله الاستفسارات بشكل عام عن البي ام بي، اعمل سبسكرايب في القناه هنا وشيرها بقى او لايك للفيديو يتخزن عندك مباشره. لو انت عايز تتابع عن الجروب بتاعتنا في الفيسبوك اللي بنتكلم فيه عن البي ام بي، هي بنفس اسم القناه اللي قدام حضرتك، دكتور ايمن بي ام بي على الفيسبوك. دي قناه بنتكلم فيها عن كل ما يخص البي ام بي. لو انت مهتم بشهاده الاف اي اللي هو الاف اي اكزام، الشهاده بتاعت اساسيات الهندسه، عندك في جروب برضو، اي الفيديوهات بتاعتها موجوده على نفس الشانل بتاعتنا، وفي جروب عاملينها باسم دكتور ايمن اف اي اف اي اكزام دكتور ايمن، هتلاقيها موجوده برضو على الفيسبوك ان شاء الله. يعني اتمنى ان تكون استفدتوا النهارده، وان شاء الله نتقابل دايما على خير، وقريب ان شاء الله نسمع اخبار كويسه ان في ناس كتيره تخطط ونجحت الحمد لله في امتحان البي ام بي، واشوفكم على خير ان شاء الله. كان معكم اخوكم ايمن اسعد من مصر، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.